جمعة مباركة. تبعت البارح البعد المؤسف اللي اخذته عبارات وردت في كلمتي في سياق الدفاع عن بيان أول نوفمبر في الدستور. اليوم من واجبي كمواطن ومن باب المسؤولية نتكلم على هذا الموضوع باش نأكد باللي كلامي كان موجه اللي يزعجهم بيان أول نوفمبر اللي نعتبره خط أحمر. وأنا متيقن باللي كل الشعب الجزائري ملتف حول بيان أول نوفمبر وهذه ما فيها حتى شك. على كل حال احنا بشر ما رناش معصومين من الخطأ، واللي فهم كلامي غلط نعتذر عن قول لم يقصد وعن فهم أخرج عن سياقه، وإن شاء الله نشوف المستقبل وهاد البلاد ترفد وتلم كل ولادها. بارك الله فيكم والسلام عليكم.